يابا كفايه كده بقى الله يكرمك، ملوش لزوم النواره بقى والتقطيم، انا مش ناقص. يصير ليه؟ يعني تروح تتجوز من ورايا وتحرجني قدام الناس وتخلي رقبتي زي السمسمه، وفي الاخر تقول لي ملوش لزوم التقطيم ده؟ امال هيبقى ليه لزوم امتى ان شاء الله؟ يابا يعني ما تاخذنيش، هو هيجيبه من بره؟ انت عملتها قبل كده واتجوزت على امي ومن ورانا برضه. اه عملتها بس جبتها لحد باب البيت مش داريتها. ايوه بس اللي انا اعرفه يا حاج ان احمد اول ما خلف قال لك على طول انه متجوز. اديك قلتها بعظمه لسانك يا سي محمد، اول ما خلف يعني مش قبل ما يتجوز. ها وبعدين انا مش بتكلم عن اللي خلف منها، انا بتكلم عن التالتة اللي معرفش عنها اي حاجه ولا حد يعرف عنها اي حاجه. انا عن نفسي معرفش اتجوز امتى وازاي. اذا كان ابوه اللي خلفه ما يعرفش، انت اللي هتعرف الزفت. انت حق يا احمد، مالكش حق في الموضوع ده. الاصول برضو كنت عرفت ابوك على العروسه، يمكن كانت عجبته واتجوزها هي كمان على امري. الله 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 الله، جرايه ده يا فتحي، جرايه ايه؟ انت هتستهبل ولا وعشان اكلتني حتتين لحمه وشويه فاكهه هتتنور عليا؟ العفو يا حاج، ده انا بهزر معاك والله العظيم، ده انا مبسوط اخر الانبساط ان انت قاعد وسطنا في ملكنا وعمارتنا. اه انتوا عارفين يا اولاد دي اول مره نجتمع برابطه المعلم في مكان غير المصمط وبيت العمرانيه القديم. يا رب يا دكتور احمد كده تفضل تتجوز على طول عشان تجمعنا الجامعه الحلوه دي. يلا علم نفسك يا حبيبي. قابل الحمد لله يا رب العالمين، نحمد ربنا. ها هنقعد بقى نتكلم كده ولا هنتكلم في المشكله اللي احنا جايين عشانها ولا نعمل ايه؟ لا يا سيدي هنتكلم في المشكله اللي احنا جايين عشانها ونحلها كمان، وابوك الراجل الطيب ده جاي مخصوص عشان كده، ومتفق مع عمك ابو شعيشه مش هيخش البيت الا وايده في ايدك كمان. لا اله الا الله، بس انا المشكله مش عندي، المشكله عندها هي. انا والله العظيم لو عليا يابا اروح وابص راسها وراس ابوها كمان. يا ابني افهم بقى الكلام ده، الحريم مالهمش فيه. ده كلام رجاله، واللي يقوله الرجاله هو اللي يحصل. لا انا مش هرجع غصب عنها، لو هي مش عايزه ما رجعش. طب انا عندي فكره يا حاج احمد، ايه رايك لو خدناها معانا الحج؟ حلوه الفكره دي قوي. هناك هتهدوا والدنيا تصفى ما بينك وما بينها. عين العقل يا محمد، عين العقل. بص بقى انت تروح لها وتقول لها حتى لو هي عصت عليك ورفضت تصالحك مش هترفض الدعوه اللي جايلها من عند ربنا عشان تحج. طبعا وبالمره نحج والنفوس تهدى. ابوك معمك وانت وسميحه، ما انتوا فولا واتقسمت نصين، قصدي جوازتين. لا ما تغلطش، انا سابق ابوك واحده واحده مالي قصدك تلاتة صفا ومروة وام هاشم. انا عبيته بتصحح لي، لا قصدي اتنين تلاتة. ولا يا فتحي قرب مني عشان عايز اقول لك كلمة في ودنك عشان اخواتك ما يسمعونيش. خير؟ انا مش سامع حاجة، ما تعلي الصوت شوية. مراتك بتتصنط علينا من عند الطرقة يا وحش. تجرالك حاجة في حقلك يا بدرية؟ ما بتستريش أبدا، أبويا شايفك كنت بتصنط علينا. ما كنتش بتصنط، أنا كنت في الحمام. وهي حبكت الحمام دلوقتي؟ لا بقى كنت بتصنط. طب يا فتحي كنت بتصنط عشان كنت عايز أعرف أنت مخبي عليا إيه، وديني عرفت إنك كنت طالع الحج من غير ما تقولي. حياة أمي ما هعديها لك. جرالك يا بدرية، ما أنا كنت هقولك طبعا. وإيه اللي كان مسكتك يا أخويا؟ ولا هي معزة سميحة عند أخوك أهم من معزتي عندك؟ ده كلام برضه بدارة، ده اللي في القلب في القلب. إديني أمارة. أمارة؟ اكتر من اللي انا عملتهولك واللي لسه هعمله، عايز اماره. وبعدين تعالى لي هنا يا اخويا، هو احنا مش خرجنا من السعوديه مترحلين؟ وات صوتك يا بدريه، وات صوتك. طبعا خرجنا مترحلين. واللي خرجك مترحل ده هيرضى يدخلك السعوديه تاني ازاي؟ ما هو يا بدريه انا مش رايح اشتغل، ده رايح احج بيت الله الحرام. وهي يا اخويا الست اللي انت متجوزها لا سمح الله مش مسلمه؟ استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم، ايه الكلام ده يا بدريه؟ ده انا متجوز البركه كلها. لو انا البركه يا حبيبي زي ما بتقول، ولو معزتي عندك كبيره ما كنتش استخسرت فيها الحسنه اللي حجلك في بيت الله في الحج، وكنت قسمتني فيها. يعني ايه يا بدريه عايزه ايه؟ يعني رجلي على رجلك يا ابو عيين.